اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي. اصدقائي جوه مصر وبره مصر، برحب بيكم في عياده بادجي واقدم لكم النهارده معلومه جديده. معلومه النهارده عن الفيتامينات الضروريه واللازمه لطيور الزينه، واللي بنقدمها في فيديو النهارده مفصل للجرعات المناسبه وطريقه تقديمها والمواعيد بالتحديد والكميات اللي بنحطها سواء كانت في الميه او غير كده. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن الجرعات اللي بنقدمها لطيور الزينه عامه، وخاصة طيور البادجي والكوكتيل والطيور اللي هي العصافير الصغيرة اللي بنربيها في بيوتنا واللي بيمشي عليها معظم الهواة والمربيين بشكل عام وبيوصل معاهم نتيجة جيدة جدا. وانتظروني بعد الانترو. اهلا بكم اصدقائي مرة تانية. الطيور عامة بتحتاج لاربع حاجات اساسية علشان يكون يعني بنيانها او جسمها الداخلي بشكل صحيح او قائم على اساس صحيح زي ما يكون في الطبيعة بالظبط، وهي الاحماض الامينية والاملاح المعدنية ومضادات الاكسدة. ولو مش بتربي في مكان فيه شمس هنحتاج طبعا حاجة بديلة للشمس، وهو ألف دال تلاتة. طب اول حاجة هنستخدمها النهاردة او هنتكلم عنها النهاردة في الفيتامينات بتاعتنا هو الجروفيت. جروفيت وهي العلبة اللي شايفينها قدامكم على الشاشة دي، وهي بتكون عبارة عن احماض امينية ومالتي فيتامينات، وبنحتاجها دايما لبناء جسم الطائر بشكل متناسق وحجم كبير وجيد، وفي نفس الوقت بيساعد على انتاج الحيوانات المنوية يعني جودة بصورة جيدة، وفي نفس الوقت بويضات الاناث اللي بتساعد على انتاج طيور قوية منذ نشأتها. وده طبعا بيعالج كبس البيض وموت الفروخ، لان انت في البداية لو الطيور حجمها كويس وصحتها كويسة منذ نشأتها، منذ ان كانت حيوان منوي او بويضة، فده طبعا هيساعد على ان الطائر يطلع من البيضة بشكل سليم بدون ما يكون فيه موت او كبس للبيض. وبعد كده موت الفروخ بعد الفأس برضو، بما ان الطائر بصحة جيدة وبالتالي الوالدين صحتهم جيدة فهيولدوا ده او هيكون نشأتهم وانتاجهم بصورة جيدة، فمش هيكون فيه موت للفروخ وهنتجنب مشاكل كتير في البداية. لاننا زي ما احنا عارفين برضو المناعة القوية بالنسبة للطيور خاصة الفروخ اللي لسه طالعة من البيض بتكون مهمة جدا، لان الطيور بتطلع من البيضة بتكون مناعتها ضعيفة جدا جدا. فلما بنهتم بالموضوع ده منذ بدايته الامر بيكون سهل وبسيط والانتاج بيكون جيد ومبتواجهناش اي عقبات. تاني نوع من انواع الفيتامينات اللي بنستخدمها برضو بشكل مهم. قبل ما نتكلم في تاني نوع من انواع الفيتامينات خليني اقول لك الجرعة بتاعت الجروفيت بنستخدمه هو 3 نقط على المسقة 100 ملي لمدة 4 ايام متتالية. 3 نقط على المسقة 100 ملي مية 3 ايام متتالية، بالمسقة اللي بتاخد 100 ملي مية دي هنحط عليها 3 نقط من الجروفيت لمدة 4 ايام متتالية، وبنعطي راحة يومين او 3 ايام بحيث ان احنا نكمل الاسبوع، ويبقى اول اسبوع معانا في الشهر جروفيت عشان نمشي كده مع بعض الجرعة يوم بيوم. يبقى احنا كده هنبدأ الشهر مع بعض جروفيت 4 ايام متتالية، وبنعطي راحة لمدة يومين او 3 ايام بحيث ان احنا نكمل الاسبوع مع بعض. طيب تاني نوع من انواع الفيتامينات هو الف دال تلاتة هي. الف دال تلاتة هي وهو بديل الشمس. لو مش بنقدم او مش بنعرض طيورنا او طيورنا بتتعرض للشمس بشكل يومي، فضروري جدا ان احنا نقدم لهم الف دال تلاتة هي، واللي ظهر قدامكم على الصورة، بالاضافة انه بيكون رافع مناعة ومقوي عام لجسم الطائر، وبرضو بنقدمه لمدة 4 ايام متتالية، وده بيكون في الاسبوع الثاني من الشهر. 3 نقط على المسقة 100 ملي، مسقة 100 ملي بنحط عليها 3 نقط، وبرده بنعطي راحة يومين او 3 ايام مياه نظيفة علشان مناعة الطائر، او عشان خاطر ما نجهدش الطائر بالادوية، لازم نعطيه برده راحة كده يومين ثلاثة كده بدون اي فيتامينات. طبعا الفيتامينات اللي بنقدمها دي ملهاش علاقة بجدول الاكل اللي احنا حطيناه مع بعض. جدول الاسبوع للاكل ده تمام زي اللي قلنا عليه قبل كده، وهو كان عبارة برضو اذكركم بيه سريعا، كان عبارة عن طبعا الحبوب بشكل يومي، بنقدم يومين خضار يومين فاكهة يومين بيض بالبقسماط، ولو فيه عندنا فروخ فبنحط في اليوم الثالث او في اليوم السابع بيض بالبقسماط، بكده برضو نبقى كملنا اسبوعنا وبنمشي على جدولنا. اسبوع جروفيت، اسبوع الف دال تلاتة اهي، ورقم تلاتة معانا وهي الاملاح المعدنية واللي بتتمثل في النيوفوس ايوني.
زي ما ظهر معانا في الشاشة كده. الأملاح المعدنية عامة بتكون مفيدة في عملية التمثيل الغذائي للطائر، وبتعوض الطائر بالأملاح المفقودة أثناء شهور الحر في الصيف طبعا بالتحديد، والمجهود اللي بيبذله الذكر والأنثى في عملية الإنتاج سواء كان التفريخ أو مرحلة البيض أو مرحلة التأكيل نفسها. فطبعا الذكر والأنثى بيبذلوا مجهود مضاعف في الفترة دي، فبيحتاج إن احنا نعوضهم بالأملاح المعدنية المفقودة أو الفيتامينات اللي بيحتاجوها أثناء فترة من أول الموسم أو من أول بداية العش كبداية التلقيح لحد عملية الفطام. فالأملاح المعدنية مهمة جدا مع الجروفيت والألف ثلاثة ه بنستخدمه دايما. طيب رقم أربعة، والفيتامين رقم أربعة معانا وهو اله سيلينيوم. اله سيلينيوم طبعا كلنا عارفينه، هو بس بيكون ليه استثناء. يعني احنا مثلا استخدمنا 3 انواع من الفيتامينات لمدة 3 اسابيع فاتوا، كل اسبوع بنقدم 3 نقط من نوع الفيتامين ده على 100 مللي لمدة 4 ايام، ونريح 3 ايام، يبقى كده خلصنا 3 اسابيع. اله سيلينيوم ما ينفعش نتعامل معاه الا في اوقات معينة، وهو في حالة عدم وجود بيض او فروخ، لان طبعا اله سيلينيوم زي ما كلنا عارفين بيساعد عملية التخصيب والتحفيز الجنسي للذكر. فلو قدمناه للذكر اثناء وجود بيض او اثناء وجود زغليل، فده هيساعد بشكل مباشر على يعني رغبة الذكر في اتمام عملية تزاوج او عملية تلقيح للانثى، وده اللي هيأثر على البيض بالتأكيد لو في بيض او على الفروخ. فبنتجنب بس في الاسبوع ده ان احنا ما نقدمش سيلينيوم، نتجنب في حالة وجود فروخ او بيض. طيب لو انا عايز اقدمه مثلا، احنا مثلا حاطين سيلينيوم في الاسبوع الرابع من الشهر، وشايف مثلا ان الذكر ده بيروق شوية فمحتاجين نقدم له سيلينيوم، مفيش مشكلة لو قدمناه في الاسبوع الثاني او في الاسبوع الاول ونبدل مع بعض. المهم خلال الشهر نكون قدمنا 4 انواع الفيتامينات اللي هم الجروفيت والالف دال 3 ه والنيوفوز الايوني للاملاح المعدنية والهيسلينيوم رقم 4. والهيسلينيوم بالاضافه لان هو بيساعد عمليه التخصيب، هو كمان مضاد للاكسده، وده بيكون مهم جدا، فيعتبر دايما هو 2 في 1، فبنستخدمه في حاله عدم وجود فروخ او بيض. اما لو ما فيش فروخ اما لو في فروخ او بيض فبنستثني هيسلينيوم اثناء عمليه تحضين او عملية التأكيل لحد بعد الفطام، وبعد كده او بعد التجهيز للعش لما تلاقي الانثى خلاص بدأت تجهز للعش فبتقدم للذكر اللي هي السيلينيوم. تمام. وطبعا برضو بتكون جرعته زي باقي الفيتامينات 3 نقط على مسقة 100 مللي من المية لمدة 4 ايام متتالية، وبنعطي راحة 2 او 3 ايام، وبكده نكون مشينا على شهر كامل من الفيتامينات. لو مشينا بالصورة دي دايما لمدة 12 شهر بدون ما نقطع الموضوع ده، احنا كده ضمننا احماض امينية، ضمننا المالتي فيتامينات عامة في الجروفيت موجودة، ضمننا عدم كبسر البيض وعدم موت الفراخ، ضمننا البديل الشمس وال الاملاح المعدنيه في النيوفوس الايوني، ضمننا مضادات لعمليه الاكسده بالاضافه للتخصيب بالنسبه للذكر، رافع مناعه، مقوي عام للجسم ده في الالف دال 3 اهي. فاحنا كده ملمين بكل حاجه. لو مشيت على الموضوع ده الامراض عندك هتقل جدا. في بعض الناس بتدخل على الجروبات وتقول العصافير عندي عندها كذا قدم لهم ايه، العصافير عندي عندها كذا قدم لهم ايه. انت لو مشيت على الجدول ده بالصوره دي بدون ما تقطع فيه من ناحيه، انت كده خلاص مش هتحتاج ان انت تعالج امراض، لان الامراض عندك هتكون محدودة وقليلة جدا مع الاهتمام بالتنوع الغذائي بالجدول اللي قلناه قبل كده واللي موجود في فيديوهات سابقة واللي قلته برضو في الفيديو ده، مش عايز اقوله تاني عشان ما اطولش بس في مدة الفيديو. بكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، وكانت معلومة مطولة شوية ولكن مهمة جدا. امشي على الخطوات دي زي ما هو موجود في الفيديو وزي ما احنا اتكلمنا، واضمن لك انتاج جيد ومناعة قوية بالنسبة للطيور وكل الحاجات اللي الطيور بيحتاجها في الطبيعة. اشوفكم الفيديو الجاي ومعلومة جديدة في سلسلة كل يوم معلومة جديدة واللي بنقدمها من خلال قناتكم وقناتنا عيادة بادجي. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو، ممكن تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك نوتيفيكيشن بكل فيديو او تنبيه بكل فيديو بينزل على القناة. لو عندك اي استفسار سيبهولي في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ومعلومة جديدة.